مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اهلا بيكم في تاك ويك. طبعا في تاك ويك احنا متعودين بنتكلم على كل جديد في التكنولوجي، ولكن رمضان وقبل رمضان بشويه شركات كتير جدا بتبتدي تستعد لاعلانات رمضان. في طبعا فلوس كتير قوي بتتصرف على الاعلانات وبيحصل بورصه اعلانات لرمضان. احنا النهارده هنتكلم على بورصه اعلانات رمضان تحديدا في الاسبوع الاول، ومعانا هشام شتا مدير التخطيط الاستراتيجي لثينك ماركتنج لاب. اهلا بيك، منورنا في تاك ويك. اهلا وسهلا. قبل ما اخش في الموضوع على طول ونبتدي نتكلم على بورصه الاعلانات، عايزين نتكلم على مصطلح شويه اللي هو اسمه الترند. الترند ده ناس كتير بتسمع عن حاجه كويسه، اقول لك انا عايز ابقى ترند وترندنج وكلام من ده، فعايزين نفهم المصطلح ده معناه ايه. ترند، الترند ده معناها ان كل بلاتفورم من السوشيال ميديا بلاتفورمز الموجوده اللي اشهرهم مثلا تويتر ويوتيوب، تويتر ويوتيوب بيقيس يعني اكتر حاجات بيحصل عليها تفاعل، اكتر المواضيع اللي بيحصل عليها تفاعل. يعني اليوتيوب بيقيس حسب كل بلد ايه الهاشتاج اللي الناس ابتدت تتكلم عليه اكتر، موجود في التويتس بطريقه اكتر، وبيبتدي يديله ويت او بيديله سكور يعني اعلى سكور. او بيديله سكور اعلى، فبيبتدي يظهر للناس بطريقه اكتر. ودي بتحصل يعني في اليوم عدد كبير جدا بيزد على او حسب الناس بتتفاعل مع الموضوع ده بشكل عامل ازاي. وكل بلاتفورم بيقيسها بطريقته، يعني مثلا اليوتيوب بيقيس الترند ده او الترندنج فيديوز كل 15 دقيقه. هو بيبتدي يطلع الفيديوز اللي الناس شافتها اكتر والناس متفاعله معاها اكتر. ده بيفرق على التفاعل اكتر ولا على المحتوى نفسه؟ يعني هل بيقيموا بالمحتوى اكتر ولا بالرد فعل بتاع الناس؟ هو مين اللي في معادله بيحصل عليها الريكومنديشن دي؟ الالجوريثم بيعملها اوتوماتيكلي او الخوارزميه بتاعت كل بلاتفورم او كل سوشيال ميديا بتعملها اوتوماتيكلي. وفي بلاتفورمز بتسجست حاجات ليها علاقه باهتماماتك. يعني انت مثلا لو ابتديت انت بتتفاعل مثلا مع الفيديوز اللي ليها علاقه بالكوره اكتر، فهتلاقي اوريدي الفيديوز اللي فيها كوره اكتر بتطلع لك. لو مثلا بتتفاعل مع الفيديوز اللي ليها علاقه بالاكل اكتر، فيبتدي يدي لك توبكس او بيشوف التوبكس اللي انت مهتم بيها ويبتدي يدي لك محتوى او كونتنت له علاقه باهتماماتك. طبعا بيبقى كل بلد ليها الترند بتاعها حسب الجي لوكيشن بتاعها او حسب مكانها فين، لان كل بلد ليها مواضيعها وليها طبعا يعني الاهتمامات بتاعتها. فكل بلد بيبقى ليها سكور بيطلع عليه الترند دوت، سواء كل بلاتفورم بيطلع عليه بطريقته. مثلا يوتيوب بيطلع الترندنج فيديوز عموما على مستوى البلد، وبيطلع مثلا كاتيجوري تاني مثلا حاجه ليها علاقه بالترندنج ميوزك اللي هي الاغاني الترندي دلوقتي، او احنا بنسميها الاغاني الاكثر تفاعلا. دي مالهاش علاقه بصرف الاعلانات عليه. يعني ممكن يبقى في اعلان نمبر اوف فيوز او عدد المشاهدات فيه عالي جدا، بس هو مش رقم واحد. ممكن يبقى رقم واحد عدد المشاهدات بتاعته اقل، لان مش شرط يبقى مصروف عليه اعلانات اكتر او ما يعني حصل عليه صرف او ميديا باينج كتير. يعني هي مين اللي بتقيس الناس بتانتراكت او الناس حابه انهي توبكس. طب هو مش الشركات المفروض انها بتدفع فلوس الحته دي عشان الاعلانات، علشان يقدر ان هو يوصل لعدد اكتر من الناس؟ هو بيوصل لعدد اكتر، بس انا ما اقدرش يعني الشركات بتوصلوا عدد اكتر، بس ده مش بالضروره يؤدي الى الناس بتتفاعل معاه. يعني النتيجه نفسها مش شرط تبقى على حسب صرف على الاعلان خالص. الصرف بيحدد نمبر فيوز او عدد المشاهدات، لكن انت ما بتحكمش الناس بتتفاعل مع الفيديو ده عامل ازاي. يعني انت مثلا رمضان اللي فات كان في اعلان لبنك مشهور جدا، تمام، الفيديو بتاعه كان موجود على اليوتيوب كاسر المليون فيو وعليه كومنت واحد، فهو الاعلان الناس شافته كتير. وكل طبعا برضه عشان عارفين كل سوشيال ميديا بتقيس الفيوز بتاعتها بطريقتها. يعني مثلا الفيسبوك بيعد الفيوز بعد 3 ثواني، لو الفيديو ده اتشاف 3 ثواني هو بيعد ان ده 1 فيو. تمام. اليوتيوب مثلا بيبتدي يقيس الفيوز بعد 50% من الفيديوز، بعد ما تشوف نص الفيديو بيعد ان 1 فيو. فكل خوارزميه او كل بلاتفورم بيقيس الارقام بتاعته بطريقه مختلفه. في الاخر خالص يعني حجم الصرف او البادجت اللي محطوطه في الاعلان دي بتجارانتي ان هو يوصل لناس اكتر، وممكن يوصل لعدد مشاهدات اكتر، بس مش شرط الناس تحبه او تهتم بيه او تتفاعل معاه. طيب دلوقتي يمكن في حته السوشيال ميديا تحديدا بقى في رد فعل، يعني الناس ما بتبقاش قاعده دلوقتي بتتفرج بس، لا طبعا. الناس بتعلق وبتكومنت. هل ده بيأثر في الاعلانات ولا لا؟ لان احنا مثلا شفنا كذا مره اعلانات كتير اتغيرت، يعني الاعلان بينزل مثلا اول اسبوع وبعد كده الاعلان ممكن يتحذف منه حاجه، يتزود فيه حاجه، ده بيبقى على اساس ايه بيحصل كده؟ على اساس رد فعل. يعني السوشيال ميديا حولت الناس، انت لو بتشوف اعلان على التلفزيون بتخش تقول رايك على السوشيال ميديا. تمام. يعني خلينا نتفق ان مصر مثلا من دول اللي في السنين اللي فاتت حصلت حاجات ليها علاقه بالثورات والحاجات دي، الناس كان رد فعلها بيبان
اوز سبوت على كل حاجه صح. بتحصل. طبعا مفيش طريقه تواصل اسرع ولا اقوى من السوشيال ميديا. وخلينا نتفق ان في الاخر السوشيال ميديا ادت الحق لليوزر ان هو يقول رايه في الحاجه اللي شافها ورايه يعني في ساعتها كمان وبسرعه وممكن يشوفه من وجهه نظر مختلفه. يعني انا ممكن اشوف اعلان الناس شايفاه حاجه بسيطه جدا انا شايفه اعلان عبقري وحاجه مختلفه وحاجه كرييتيف جدا، ممكن حد يشوفه بالعكس فهي وجهات النظر دي موجوده طول الوقت. ومفيش اعلان في الدنيا ومفيش حاجه في الدنيا الناس بتتفق عليها بنسبه 100% طبعا تمام. بس انت قلت حته ان هي كرييتيف، كرييتيف دي حته الابداع في الاعلان، فدي بتبقى على اختلاف وجهات النظر. يعني ممكن النهارده ايه اللي تقدر يتقاس ازاي ان ده اعلان في حته كرياتيفيتي؟ لان طبعا كل الناس ليها وجهات نظر مختلفه، فهل في حاجه بتقيس طريقه كرياتيفيتي؟ مفيش وجهات نظر مختلفه، وعشان للاسف ما تقدرش او مفيش في العالم كله اتفاق او حاجه واحده بتقدر تاسس او تبدا صح. يعني خلينا نقول هي عشان حاجه كرييتيف فوجهات النظر فيها تبقى مختلفه طبعا. يعني انت ممكن تسمع مزيكا او تسمع اغنيه انت شايف اغنيه تحفه عبقريه ولمست مشاعرك صح، بقيه الناس لا، فكل واحد بيشوفها وبيحس بيها بطريقه مختلفه. فبيز بعد ذلك الكرياتيفيتي في الادز او الاعلانات، ممكن يبقى في اعلان فكرته بسيطه جدا بس ياثر في الناس. انا اشوفه كرييتيف، في حد تاني يقول لا ده فكره شالو ومش قويه ومش عميقه. ممكن حد يبقى عامل حاجه قويه قوي سوفيستيكيتد الناس ما تحبهاش فهي مالهاش علاقه. يعني منشنينج رمضان السنه دي في يعني في اعلانات او اوفرول السنين اللي فاتت في حاجات كانت بسيطه جدا. مثلا السنه اللي فاتت انا فاكر مثلا، وده كان يعني اعلان خد جوائز، الاعلان بتاع صندوق مكافحه الادمان تمام. اعلان 30 ثانيه بيحكي قصه الادمان على رولر كوستر، في حاجه بسيطه جدا بس هو شاف انت شفت من بني ادم سعيد ازاي بني ادم حياته اتغيرت فما لا يخشه بادجت اولموست زيرو. هو قوه الاعلان في فكرته مش في الصرف بتاعه، وده وصل لفكره والناس ابتدت تحبه والناس ابتدت تتفاعل معاه. واعلان برضو ستيل انا وجهه نظر متواضعه مثلا فيري كرييتيف، لان هو وصل للمسج والناس حبته وخد جوائز. فهي مش بالضروره فكره او احساس الناس يبقى واحد، ومش بالضروره يبقى في سكيل معين بنقيس عليه الكرياتيفيتي. طيب في تنافس كتير جدا بين الشركات، والشركات يمكن في حته بتاعه التكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعني اربع خمس شركات كده لازم بقى اربع كبار يعني بنتكلم. طيب عايزين نعرف كاول اسبوع في رمضان وجهه نظرك ايه على البورصه الاعلانات في الوقت ده، وهل بيحققوا اهدافهم ولا لا؟ وبرده يعني احنا بنشوف حته انفلونسرز بيستخدموا ناس كتير قوي في الاعلانات وبيتغير الموضوع ده، عايز اعرف برده وجهه نظرك. رمضان السنه دي اتصالات ما ابتدتش اول يوم في رمضان، اتصالات ابتدت تاني يوم، نزلت اعلان لمده 24 ساعه تيزر بتاع احمد عز. أيوة. ما قالتش ايه هو الاعلان، وبعد كده عملت ريز الاعلان تاني يوم رمضان صح تمام. فودف يعني احنا النهارده بنتكلم واحنا موجودين مع بعض دلوقتي، الترتيب على مستوى مصر الاربعه الكبار او التوب فور هم الاربعه التالت، ودي حاجه مش مستغربه. يمكن الخامس بتاعهم جاي من بره التالت اللي هو بنك مصر تمام. بنك مصر السنه دي عامل ارقام محترمه جدا، عامل مفاجاه ان تاني يوم رمضان يوم 4 ابريل كان اكتر اعلان اتشاف على اليوتيوب على مستوى العالم. دي حاجه كانت مختلفه علينا، احنا دايما بنقيس على ليفل مصر، بس السنه دي الاعلان ده كان اكتر فيديو اتشاف على اليوتيوب على مستوى العالم تاني يوم رمضان. الترتيب بتاعهم مثلا فيسبوك رقم 1 فودافون، 2 اورنج، 3 اتصالات، 4 تيليكوم ايجيبت. اوكي اوكي. الناحيه الثانيه على اليوتيوب رقم 1 فودافون، 2 اتصالات، 3 اورنج، 4 تيليكوم ايجيبت. بتفرق في حته البلاتفورمز يعني الترتيب بتاع الاعلانات دي بتفرق من حته السوشيال ميديا كشانلز، يعني كمثلا كيوتيوب فيوز كفيسبوك فيوز، يعني برضو ردود الافعال بتبقى عامله ازاي؟ هو ده بلاتفورم، ده بلاتفورم تاني خالص طبعا، وده فيديو وده فيديو تاني خالص، وده اودينس وده اودينس تاني خالص. فكل بلاتفورم ليه محدداته وليه الناس بتريليت بيه بطريقه معينه. يعني مثلا مفيش حد بيستخدم الفيسبوك وهو سايق عربيته بيسمع الاغاني مزيكا صح، بس البيهيفير في مصر وفي العالم ان ممكن ناس تستخدم هو طبعا مش مين اللي هو يعني هو بلاتفورم بتاع فيديوز، بس في ناس بتستخدمه ان هو بتسمع الاغاني مزيكا. فكل بلاتفورم طبعا مختلف تماما، واكيد كل براند السبند بتاعه مختلف. يعني مثلا كان في تاكتيك عملوا اتصالات السنه دي ان هم اول 24 ساعه الاعلان بتاع ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. أيوه. نزل منه تيزر صغير على فيسبوك وعمل لينك عشان تشوف الاعلان كامل روح على اليوتيوب. فاوريدي واضح ان هو عايز يدايركت الناس اكتر على بلاتفورم محدد. فده واضح في الاستراتيجي بتاعته هو بيعمل ايه. وبعديها بثلاث ايام ابتدى الاعلان ده يبقى موجود النسخه الكامله منه على الفيسبوك. فكل براند بيبقى عنده التاكتيك بتاعه، كل براند عنده اهدافه، كل براند بعد ما الاعلان بينزل والناس بتسمعه بيبقى عنده تشالنج ازاي يفضل لاخر رمضان الناس حباه
لاخر رمضان الناس بتسمعه، لاخر رمضان الناس بتعمل عليه فيديوز وبتستخدمه في حياتها او بتفكرهم بحاجه معينه او بيجمع عيلته ويغنوا الاغنيه مع بعض. فوانس الاعلان نازل، يعني مثلا اورنج طول الوقت بتعمل تاكتيك طول السنه طول رمضان يعني السنين اللي فاتت، ان هي بعد ما الاعلان بينزل بتعمل بلاتفورم تاني خالص عليه الاغنيه، وتسيب كل واحد يغني الاغنيه دي بطريقته وبتعمل عليه فوتنج. فهي بتدي للناس الحق ان هو يستخدم الاغنيه بتاعته او اللحن بتاعه ان انت تغنيها بطريقتك مع اصحابك. وهي بتبقى مرتبطه كتير قوي ساعات بالجنجل، الجنجل دي يعني اغنيه ساعات بتبقى عليها سواء بيبقى اعلان تلفزيون او راديو حتى، بيبقى الناس مرتبطه بالاغنيه دي. المرتبطه هو لمس الناس قد ايه؟ يعني هو الفاكتور الحقيقي اللي بيخلي اعلان ينجح الناس حبته بطريقه عامله ازاي؟ يعني اي بني ادم طبيعي في مصر او بره مصر هو بياخد قراراته بيز على حاجتين، يا اما قرارات لوجيكال جدا وقرارات منطقيه، يا اما قرارات بمشاعر. فاكيد المشاعر دايما هي اللي بتكسب، او البني ادم اللي لما بيحب حاجه، وهو البراندز كلها هدفها في الاخر ان الناس تحبك. طول ما انت بتحب البراند ده، طول ما انت هتشتري منه اكتر، طول ما انت هتريت لي اكتر، طول ما انت هتتكلم عنه كويس، طول ما انت هتريكومند لاصحابك وعيلتك، فهو ده الهدف الرئيسي بتاع اي براند، ان الناس تحب البراند دوت. فالناس بتعمل الاعلانات والكامبينز وحتى السي اس ار اكتيفيتيز، وبتبتدي تعمل تبرعات وحاجات. في ناس طبعا بتعملها لان ده جزء انتجريتد في البادجت بتاعها، او ده جزء لا، وحته السي اس ار بالذات المسؤوليه المجتمعيه دي بتبقى حته مهمه للشركات كتير قوي، ان هي لازم دي حد يعني اتجاه اللي هي لازم تعمله، يعني واجبها ناحيه البلد برضه. هو طبعا في ناس بالبوليسي بتاعتها لازم يعمل ده، وفي ناس بتفكر في اهداف مختلفه. يعني في ناس بتقرر، يعني في سنه مثلا كوكا كولا قررت البادجت بتاعت الادز كلها هتحطها ان هي هتعمر كراف سايد. فيعني في براندز بتلعب اللعبه بتاعه الربط الناس مشاعرهم معاها بطريقه مختلفه، وطول ما انت فاهم الناس اكتر كل ما تقدر تقدم لهم حل احسن او تقدم لهم فكره الناس تحبها اكتر، وطول ده ما هيخلي في رابط بين البراند وبين الناس او بين البيزنس ده وبين الناس، وطول ده مع اللونج تيرم هيبقى افيد للبيزنس. هو ده الهدف الرئيسي، يعني الهدف الرئيسي بتاع اي اعلان في الدنيا ان البراند ابيع اكتر. تمام كل واحد بيستخدم طريقته، كل واحد بيقنع او كل براند بيقنع الكونسيومر بتاعه او الاودينس بتاعه بطريقته، والفكره في الاخر هي فيكل بتوصل للناس حاجه معينه. ففي ناس بتقرر ان هي تشتغل بطريقه، طبعا هو في رمضان عشان برضو المود العام بتاع الناس بيبقى، وده الوقت اللي اكتر الناس بتبقى موجوده ومتواجده بتتفرج على التلفزيون وبيبقى فيه برامج، فكتير قوي بتنزل اعلانات في النص. فيعني بس هو رمضان بطبيعته شهر روحاني جدا، فمشاعر الناس فيه بتبقى يعني مثلا توب سبندرز في ميدل ايست في رمضان بيبقوا الان جي اوز، لان او الشرق او حاجات زي 357 صح، يعني اكتر شهر في السنه الحاجات اللي بتبقى مسؤوله عن التبرعات بتعمل فيه اعلانات هو رمضان، لان انت بعد كده في سيزون له علاقه بالزكاه، فكل واحد بيستخدم الشهر ده عشان يبقى موجود بطريقه احسن وعشان يبقى بيحقق نتائج احسن من شهر رمضان. في ناس كتير ساعات بتعترض او بتبقى شايفه ان البادجت او الفلوس اللي اتصرفت في الاعلانات دي فلوس كتير قوي، فهل يعني ده بيحقق فعلا الفلوس اللي بتتصرف دي في الاعلانات بتحقق لمعظم الشركات الاهداف بتاعتها ولا لا؟ يعني اجابه السؤال ده عند الشركات مش عندي. يعني انا ما اعرفش المعلومه دي، يعني بس عايزين نعرف يعني في وجهه نظرك برضه انتوا بتعملوا يعني اناليسيز وبتشوفوا، يعني في حاجه اسمها الار او اي، الار او اي بيحدد هو اللي صرفه النهارده قدر يوصل للريتش ده ولا لا، يمكن دي بتبان اكتر من حته الناس او الرد فعل ردود الفعل بتاع الناس. منشن للار او اي، هو الار او اي هو ريتيرن اون انفستمنت. تمام، احنا ساعات بنقيس حاجه اسمها ار او اي او ريتيرن اون انجيجمنت، اللي هو الناس لما تفاعلت مع الاعلان ده ايه الريتيرن اللي رجع على البراند. فهي في الاخر البراند عايز اكبر حجم من الناس تتواصل معاه، عايز اكبر حجم من الناس تتفاعل معاه وتتكلم عنه بطريقه كويسه وتمنشن صحابها وعيلتها، وتبتدي تستخدم كل الشركات بتعمل اوفرز في رمضان عشان تسهل حياه الناس وعشان تخلي الناس تتواصل بطريقه احسن او تخلي حياتها اسهل. السنه دي مثلا في شركتين من الستارت ابس عاملين تو كوبيز لزاز، الماركت برضه خلي بالك بيتغير. واحنا يعني اوفرول كام سنه اللي فاتوا، في مثلا سنتين كان ليهم علاقه شويه بالكورونا، فالمود بتاع الناس كان مختلف. صح، فالناس غيرت طريقه اعلاناتها عشان تقدر توصل للناس بطريقه مختلفه، كل واحد لعب الجيم ده بطريقه مختلفه، بس ستيل انت بتبقى عندك هدف وعايز توصل له بطريقه كل براند بيشوف احسن طريقه. لكن خلي بالك مفيش براند في الدنيا عايز ينزل في رمضان يعمل برايسز وعايز يعمل باز، عايز ناس تتكلم عليه.
صح. بس ما فيش حد عايز يخلي الناس تتكلم عليه بطريقه مش كويسه. دي الحته الثانيه جزئيه ساعات بيقول لك يعني نيجاتيف بي ار از جود بي ار، او بيقولوا يعني ان في شركات تقول لك مش مشكله انا بالنسبه لي لو حد اتكلم عليا او اتكلم على البراند بتاعي سواء بنتيجه ايجابيه او بسلبيه اهو على الاقل في كلام، فهل ده برضو منطلق صح ولا لا؟ دي مدرسه يعني، في ناس بتفكر ان اي بابليستي از جود بابليستي، تمام، اي حد بيتكلم عني في دعايه كويسه الناس اتكلمت عني، تمام. بس انا ممكن تظهر متواضع جدا ان الكوست بتاع ان الناس تتكلم عنك بطريقه نيجاتيف عشان تغير الموضوع ده لطريقه بوزيتيف طبعا بيكلف فلوس كتير جدا، بيكلف فلوس وقت طبعا. يعني اي براند حصل لي كرايسيس او حصل الناس اتكلمت عنه بطريقه كويسه، وده بيحصل مفيش براند في الدنيا يعني محمي من ان تحصل له كرايسيس، من اول شركات الطيران والبترول اللي ممكن تحصل كوارث فيها علاقه بارواح الناس، او بكوبي نزلت الناس مش حباها او بتتكلم عن فئه معينه بطريقه مش كويسه. صح. كل مفيش براند في الدنيا يقدر يمنع كرايسيس بنسبه 100%. فده بيحصل في كل دول العالم، في كل الشركات اللي في الدنيا معرضه ان تحصل عليها كرايسيس. طبعا بتبقى في حركات ذكيه جدا، يعني انا من وجهه نظري الموضوع ان في ساعات براندز معالجه الكرايسيس بتديها كريديبيليتي او معالجه، يعني بيبقى فيها مصداقيه اكتر، مصداقيه اكتر وانا حليت المشكله. لان انت يعني انت عشان تحل كرايسيس انت لازم تعمل ثلاث حاجات. رقم واحد لازم تادمت، لازم تعترف ان في مشكله، ورقم اثنين لازم تحلها، ورقم ثلاثه تدي البرومس ان انا مش هعمل ده تاني او الغلط اللي حصل تاني، تمام. فهو ده الثلاث طرق الطبيعيه او اهم ثلاث خطوات لازم اي براند ياخدها لما تحصل له عنده كرايسيس او يبقى عنده نيجاتيف فيدباك على حاجه معينه. حاجه انا لاحظتها او قريتها يمكن يعني عجبتني ككومنت، طبعا شركات كتير بتستخدم انفلونسرز او بتستخدم سيلبرتيز او مشاهير في الاعلانات، في ناس بتبقى مرتبط بيهم الاعلان ده بالشخص. والسنه دي يمكن شفنا تغييرات، فمن الكومنت اللي انا شفته يعني ان حد بيقول لك فلان الفلاني اللي بيقدم الاعلان ده راح للاعلان الثاني، عشان اللي كان بيقدم الاعلان ده راح للاعلان الثالث وكده. فالموضوع ده بيمشي ازاي؟ يعني هل الشركات بتختار حد وبتفضل معاه ولا هم بيغيروا على اساس ايه؟ طب خلينا الاول نفرق ما بين انفلونسر وبراند امباسادور. تمام. براند امباسادور ده حد بيقدر يرفلكت شكل البراند لمده طويله جدا، بيبقى الكونتراكت بتاعه ممضي لسنين، والبراند بيبقى شايف ان ده اكتر حد يقدر يوصل للناس اللي هو عايزها، واكتر حد بيأثر على الناس اللي عايز يوصل لها. طبعا سوشيال كلاسز مختلف. نشوف ده في اعلانات على مستوى العالم، يمكن اشهرها مثلا نسبريسو وجورج كلوني. بيبقى البراند مرتبط بالشخصيه، مرتبط بيه. وفي مثلا يعني افلام مثلا زي جيمس بوند و007 وميشن امبوسيبل، دي الديفايسز اللي بيستخدموها في الفيلم دي بتبقى مزاد. يعني انا هستخدم انهي ديفايس، لان ده الديفايس المفروض ان الجاسوس بيعتمد عليه، فده احسن اكيوريسي واحسن سيكيورتي واحسن حاجه ممكن اعتمد عليه. فاستخدام المشاهير في الاعلانات دي حاجه، والانفلونسرز او مشاهير السوشيال ميديا دي حاجه ثانيه خالص. تمام. يعني الليفل بتاع المغنيين او الممثلين ده ممكن يبقى براند امباسادور، ده لا يطلق عليه انفلونسر خالص. انفلونسر وبرده الانفلونسرز انواع، يعني في مثلا بنطلق على ناس مايكرو انفلونسر. مايكرو انفلونسر يعني ممكن يبقى عنده 5000 او 10000 فولور، بس هو مؤثر فيهم قوي، دول الناس اللي انا عايزهم بالظبط. ممكن تبقى حاجه ليها علاقه مثلا باللبس، ممكن حاجه تبقى ليها علاقه بالعربيات، في كل اندستري ليها، ممكن حاجه طبعا ليها علاقه بالاكل. طيب استاذ هشام، احنا يعني واحنا بنخدم الاسبوع الاول في رمضان، عايزين نعرف من وجهه نظرك افضل اعلان لحد دلوقتي في رمضان كان هو ايه؟ من وجهه نظري ما لهاش علاقه بالارقام خالص، انا مثلا حابب اعلان بنك مصر جدا. هو انا يعني بنك مصر بقاله 5 سنين عنده كونسبت، وانا بحب البراندز اللي عندها فلسفه واضحه وعنده دايركشن بيهامر عليه لغايه لما يثبت الكونسبت ده في دماغ الناس. انا بالنسبه لي اعلان بنك مصر واخد لاين بقاله 5 سنين، بغض النظر مين الهيرو اللي بيطلع معاه كل سنه او مين المغني اللي بيطلع معاه كل سنه، ستيل واخد لاين. انا بنك مصر، انا بتاع كل المصريين، من اول الناس، كل انواع الناس بتبقى موجوده في الاعلان، كل الكاتيجوريز وكل السوشيال كلاس بتبقى منشن في الاعلان، وستيل في الاخر بيدي مسج موتيفيشنال بيخلي الناس عندها امل في بكره احسن بطريقه مختلفه. كل سنه بتبقى مبنيه على الظروف الاقتصاديه اللي احنا عايشين فيها. ده وجهه نظر متواضعه خالص، ما لهاش علاقه بالارقام. يعني الحقيقه انا لو قعدت اتكلم معاك هنتكلم في 3-4 حلقات. يعني فعلا، واللي انت بتقوله ده حاجات مفيده جدا ان احنا نعرفها. يمكن يبقى ان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني. انا بشكرك جدا معانا النهارده، احنا وقتنا للاسف طبعا خلص، ولكن انا عايز حلقات تانية وعايز نتكلم اكتر واكتر. فانا بشكرك معانا النهارده طبعا هشام شتا، مدير التخطيط الاستراتيجي لثينك ماركتنج لاب، شرفتنا. وكده تبقى حلقتنا خلصت النهارده. استنونا وتابعونا في كل جديد مع تيك ويك. معكم شريف فرحات.